السلام عليكم. الخبر المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، الزوج اللي بيقال أو اللي الزوجة اتهمته إن هو دفعها من البلكونة في الطابق الثالث وقعت متكسرة. الموضوع هنروح بيه لغاية مديرية أمن سوهاج، تحديدا مركز شرطة جرجل. البلاغ اللي وصل من مستشفى جرجل المركزي بوصول سيدة عندها 19 سنة مصابة بعدة كدمات وسحاجات وقطع في الراس وخلافه وخلافه وخلافه، بعد ما وقعت من الطابق الثالث زي ما هي بتقول، وبتقول كمان قدام الدكتور ان جوزها هو اللي زقها ووقعها علشان خلافات ما بينهم هما الاثنين. رئيس المباحث اللي قدر ان هو يوصل على طول في الحال وقدر ان هو يعرف الموضوع بيتكلم عن ايه، عارف ان السيده دي متزوجه من واحد عنده 33 سنه، في خلافات زوجيه ما بينهم هما الاثنين بسبب وجود الخلافات العائليه اللي موجوده ما بين الطرفين الزوج والزوجه. مش هما بس الخلافات العائليه اللي ما بينهم، لا ده كمان الخلافات متطوره كمان لاكتر من كده ما بين الاسرتين. اليوم اللي حصلت فيه الحكايه دي كلها في الوقت ده تحديدا حصلت خناقه ما بينهم هما الاثنين، وصلت لتشابك الايدي ما بينهم ومن بعض، وكانوا الاثنين زي ما بيقولوا تمام، هي بلغت حاجه والكلام بعد كده الاتحاريات قالته حاجه تاني. ان الخلاقه وصلت لغايه البلكونه، بعدها على طول توازنها اختل وقعت من البلكونه على طول، ولكن ما اعتقدش ان الكلام ده حصل، ولكن يلا. المهم في المجمل كله تمام، ان هي وقعت من البلكونه اتشملت تماما، بعد كده اتهمت جوزها، بعد كده التحريات اكدت حاجه تاني الا وهي وجود الخلافات دي كلها، وبعدها خلص الموضوع على كده. بمواجهة الزوج وضبطه أكد أن الحكاية دي حصلت كلها، ولكن هو ما زقهاش ولا حاجة، هي كل اللي حصل أن هي توازنها اختل فوقعت من الدور الثالث واتدشملت بالمنظر ده. ما أعتقدش أن في زوجة في الصعيد أو في خلافه يعني أو في الراجل في العموم، أن في زوجة ممكن تمد إيديها على راجل، أو ممكن الخلافات الزوجية اللي ما بينهم هما الاثنين توصل لتشابك الأيدي زي ما بيقولوا، يعني ما بيلعبوش مصارعة. دي أول واحدة. تاني حاجة، ما اعتقدش برضو ان الخلافات الأسرية الموجودة او العائلية المفروض انها توصل للبيت نفسه او بيت العائلة او البيت بتاعي انا وزوجتي، اعتقد ان المفروض ده كل الحاجات دي كلها نتجنبها. مادام مفيش احترام ما بين الزوجين، اعتقد كل واحد لما ينفصل عن حال سبيله يبقى احلى في الموضوع ده كده بكتير. ده الموضوع اللي حصل في سوهاج من ساعات قليلة او في الايام الاخيرة، وتصدر وسائل التواصل الاجتماعي الزوج اللي حاول ينهي او اللي حاول ان هو ينمي مراته من الطابق الثالث في سوهاج، تحديدا مركز جرجل. يا ريت الخلافات الزوجيه اللي ما بين اي حد واللي هي متواجده على طول في البيوت كلها، سواء بيوت مصريه او بيوت عربيه، نتجنبها علشان نقدر نعيش حياه سويه. ولو في اطفال يا ريت نتجنب مع الاطفال ده خالص، او نجنب الاطفال دي خالص علشان ما لهمش ذنب في حاجه زي كده، او ان هم بس يشوفوا حاجه زي كده. السلام عليكم.